المجلس السياسي الأعلى يناقش أوضاع وزارتي النفط والاتصالات والمؤسسات التابعة لهما. القائم بعمل رئيس الوزراء يؤكد أن إجراءات التقشف مؤقتة وفرضت التحديات الصعبة جراء العدوان والحصار. استشهاد وإصابة عشرات المواطنين في جرائم جديدة للعدوان السعودي الأمريكي على محافظة صعدة وتعز والعاصمة صنعاء. وصاروخ زلزال 3 يدق المنطقة الصناعية في نجران، والجيش واللجان يتصدون لزحف مرتزقة العدوان في نهم. ولد الشيخ يؤكد رفض المؤسسات الدولية محاولات هذه لنقل البنك المركزي إلى عدن، ويشترط التهدئة على الحدود لاستئناف المفاوضات اليمنية.